السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الصغار، مرحبا بكم. درسنا اليوم في مادة الرياضيات. تعرف خاصية الضرب في 8 و9 وتوظيفها. محاور الدرس تتكون من تذكير لدرس تعرف خاصية الضرب في 6 و7، ثم مسألة رقم 2، ثم خاصية الضرب في 8، وفي الأخير خاصية الضرب في 9. الصغار، لدرس تعرف خاصية الضرب ل6 و7، انتبهوا معي. العدد 6 ضرب العدد 2 كم يساوي أحبتي الصغار؟ نعم، ممتاز. إذن 6 ضرب 2 تساوي 12. أحسنتم يا صغاري. العدد 6 مضروب في عدد 5 كم يساوي؟ فكروا جيدا. إذن العدد هو 30. أحسنتم. رقم 1، انتبهوا معي جيدا لتفهموا المسألة. سوف أبدأ بقراءة المسألة. رتب يوسف كراته في 6 علب، إذ وضع 8 كرات في كل علبة، فما هو عدد الكرات لدى يوسف؟ مفهوم؟ إذن سؤال المسألة، فما هو عدد الكرات لدى يوسف؟ إذن في العلبة واحدة كم لديه من كرة؟ جيد، لديه 8 كرات. إذن الكتابة الجمعية هي 8. إذن وما هي كتابة الضربية؟ أحسنتم، هو العدد 8. 8 هو عدد الكرات. ضرب كم لديه من علبة؟ علبة واحدة. ممتاز. إذن 8 ضرب عدد واحد كم يساوي؟ فكروا جيدا. ممتاز، إذن العدد هو عدد 8. ممتاز، أحسنتم. إذن لنمر إلى حساب علبتين. إذن في العلبة الواحدة لدينا 8 كرات، وفي العلبة الثانية لدينا كذلك 8 كرات. إذن العدد هو عدد 8 في العلبة الواحدة زائد 8 بالنسبة للعلبة الثانية. كم تساوي؟ 8 زائد 8 كم تساوي؟ فكروا جيدا. أحسنتم، العدد هو 16. إذن الكتابة الجمعية، الكتابة الضربية. إذن ماذا سنكتب في العدد الأول؟ إذن 8 ضرب كم لدينا من علبة؟ ممتاز، علبتين. إذن العدد هو عدد 2. كم يساوي؟ إذن 8 ضرب 2 تساوي، ممتاز، إذن هو العدد 16. أحسنتم يا صغاري. إذن لنحسب 3 علب، العلبة رقم 1، العلبة رقم 2، العلبة رقم 3. إذن العدد الأول للعلبة الواحدة هو 8، زائد العدد الثاني للعلبة الثانية هو 8، زائد 8 بالنسبة للعلبة الثالثة،
إذا كم تساوي؟ 8 زائد 8 زائد 8 كم تساوي؟ فكروا جيدا. إذا الخارج هو 24. ممتاز يا صغار. إذا الكتابة الجمعية هي 8 زائد 8 زائد 8 تساوي 24. الكتابة الضربية، إذا في العلبة كم لدينا من كرة؟ لدينا 8 كرات. ضرب، كم لدينا من علبة؟ جيد، 3 علب. أحسنتم يا صغاري. إذا كم تساوي 8 ضرب 3؟ أي 8 كم مكررة من مرة؟ 3 مرات. إذا الخارج هو 24. جيد يا صغاري، ممتاز. إذا لنمر إلى حساب 4 علب. إذا في العلبة الأولى والعلبة الثانية والعلبة الثالثة والعلبة رقم 4. أحسنتم. إذا في العلبة الأولى ماذا لدينا؟ العدد، عدد 8 زائد العدد رقم 8 للعلبة الثانية زائد 8 بالنسبة للعلبة الثالثة زائد 8 للعلبة رقم 4، و8 هو عدد الكرات. كم يساوي 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8؟ كم تساوي؟ كم؟ ممتاز، 32. إذا الكتابة الجمعية هي 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8 تساوي 32. وبالنسبة للكتابة الضربية، ما هو العدد الذي سنكتبه؟ 8. نعم، 8 هو عدد الكرات. ضرب، كم لدينا من علبة؟ أحسنتم، 4. إذن 4 علب، 8 كرات في 4 علب، كم تساوي؟ ممتاز، إذن الخارج هو، أحسنتم، 32. ممتاز يا صغار. نمر إلى حساب 5 علب. علبة رقم 1، 2، 3 والرابعة ثم الأخيرة وهي الخامسة. لنكتب كتابة جمعية. إذا العدد الأول هو 8 زائد العدد الثاني 8 بالنسبة للعلبة الثانية زائد 8 بالنسبة للعلبة الثالثة زائد 8 بالنسبة للعلبة الرابعة زائد 8 بالنسبة للعلبة الخامسة. فكروا جيدا، كم تساوي؟ نعم، أحسنتم، هو 40. صحيح، إجابتكم صحيحة. وبالنسبة للكتابة الضربية، ماذا سنكتب في العدد الأول؟ نعم، سنكتب 8 لأنها 8 كرات. ضرب، كم لدينا من علبة؟ نعم، 5. أحسنتم، كم تساوي؟ 8 ضرب 5 كم تساوي؟ إذن الخارج هو 40. ممتاز يا صغاري، أحسنتم، قمتم بعملية صحيحة. لنمر إلى العملية لحساب 6. إذا العلبة رقم 1 والعلبة رقم 2 والعلبة رقم 3 والعلبة رقم 4 والعلبة رقم 5 والعلبة رقم 6. ممتاز يا صغار. إذا لنمر لكتابة جمعية. إذا ما هو العدد الذي سنكتبه؟ إذا ممتاز، جيد، 8 بالنسبة للعلبة الأولى زائد
8 بالنسبة للعلبة الثانية زائد 8 بالنسبة للعلبة الثالثة زائد 8 بالنسبة للعلبة الرابعة زائد 8 بالنسبة للعلبة الخامسة زائد 8 بالنسبة للعلبة السادسة. أحسنتم. إذن ما هو خارج 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8؟ كم تساوي؟ فكروا جيدا. إذن الخارج هو 48. أحسنتم. إذن لنمر إلى الكتابة الضربية. العدد الأول هو 8، 8 كرات. ضرب كم لدينا من علبة؟ نعم جيد، 6 علب. إذن كم يساوي 8 ضرب 6؟ ممتاز، أحسنتم يا صغاري. إذن 8 ضرب 6 يساوي 48. إذن كم عدد الكرات لدى يوسف؟ عدد الكرات لدى يوسف هي، أحسنتم يا صغاري، 48 كرات. ممتاز، أجبتم عن الأسئلة وأجوبتكم كلها صحيحة. ممتاز يا صغاري. إذن لنمر إلى المسألة رقم 2. انتبهوا معي، سوف أبدأ بقراءة المسألة فأنصتوا إلي جيدا. إذن لدى علي 4 سلات، كل سلة تحتوي على 9 بيضات، كم عدد البيضات المتواجدة عند علي؟ إذن سؤال المسألة، كم عدد البيضات المتواجدة عند علي؟ في السلة الأولى قم بحساب كم عدد البيضات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ممتاز، أحسنتم. إذن الكتابة الجمعية ما هي؟ هو العدد 9. جيد، وبالنسبة للكتابة الضربية ماذا سنكتب؟ كم عدد البيضات؟ نعم 9. ضرب كم عدد السلات؟ نعم أحسنتم، 1. كم يساوي؟ 9 ضرب 1 كم تساوي؟ أحسنتم يا صغاري، 9. ممتاز. إذن لحساب كم يوجد في كم من بيضة في سلتين؟ إذن عدد البيضات كم هي؟ 9 بالنسبة للسلة الأولى زائد 9 بالنسبة للسلة الثانية، كم تساوي؟ أحسنتم، جيد جدا، العدد هو 18. ممتاز يا صغاري، والكتابة الضربية ماذا سنكتب؟ جيد، العدد 9 ضرب كم؟ عدد 2. إذن لدينا سلتين، كم يساوي؟ فكروا جيدا. نعم ممتاز، 18. أحسنتم يا صغاري، ممتاز. لننظر إلى حساب كم من سلة، 1 2 3. إذن قلنا أن في كل سلة 9 بيضات. إذن العدد الأول هو العدد 9 زائد ماذا؟ زائد العدد الثاني بالنسبة للسلة الثانية، كم؟ ما هو العدد؟ أيضا 9 زائد ماذا؟ 9 بالنسبة للسلة الثالثة، كم تساوي؟ فكروا جيدا. أحسنتم، الخارج هو 27. ممتاز. لنمر للكتابة الضربية، العدد البيضات كم هي؟ 9. ممتاز. ضرب كم لدينا من سلة؟
ثلاث سلات. أحسنتم. إذن 9 ضرب 3 كم تساوي؟ فكروا جيدا. أحسنتم. 27. ممتاز يا صغاري، أحسنتم. سلة رقم 1، سلة رقم 2، سلة رقم 3، وسلة رقم 4. جيد. إذن العدد الأول بيضات، عدد البيضات في السلة الأولى هو 9، زائد عدد البيضات في السلة الثانية، نعم 9، زائد عدد البيضات بالنسبة للسلة الثالثة كم؟ جيد 9. عدد البيضات بالنسبة للسلة الرابعة كم؟ ممتاز، نعم 9. إذن قم بحساب 9 زائد 9 زائد 9 زائد 9 كم تساوي؟ أحسنتم يا صغاري، جيد جدا. الخارج هو 36. هذه بالنسبة للكتابة الجمعية، وبالنسبة للكتابة الضربية ماذا سنكتب؟ إذن عدد البيضات كم هي؟ 9، ممتاز. ضرب ماذا؟ كم لدينا من سلة؟ جيد 4 سلات. إذن كم تساوي؟ إذن 36. أحسنتم يا صغاري، ممتاز. إذن كم عدد البيضات المتواجدة عند علي؟ إذن كم هي؟ 36 بيضة. إذن المجموع البيض المتواجد عند علي هو 36 بيضة. ممتاز يا صغاري. إذن لنمر لتحصية الضرب في 8. لاحظوا معي جيدا وقوموا بالإنصات. 8 ضرب 1 تساوي ماذا؟ 8. جيد. 8 ضرب عدد 2 كم تساوي؟ ممتاز 16. 8 ضرب العدد 3 كم تساوي؟ كم؟ 24. جيد. 8 ضرب عدد 4 كم تساوي؟ جيد 32. 8 ضرب 5 كم يساوي؟ 40. أحسنتم. 8 ضرب 6 كم تساوي؟ 48. 8 ضرب عدد 7 كم يساوي؟ 56. 8 ضرب العدد 8 كم تساوي؟ 64. 8 ضرب العدد 9 كم يساوي؟ إذن 72. 8 ضرب عدد 10 كم يساوي؟ أحسنتم. 80. هذه هي ضرب عدد 8. لنمر إلى تعرف خاصية. ضرب للعدد 9. 9 في 1 كم يساوي؟ 9. 9 في 2 كم يساوي؟ 18. أحسنتم. 9 في العدد 3 كم يساوي؟ 27. 9 في العدد 4 كم يساوي؟ 36.
تسعة ضرب العدد خمسة كم يساوي؟ 45. أحسنت. تسعة ضرب عدد ستة كم يساوي؟ أحسنتم. 54. تسعة ضرب عدد سبعة كم يساوي؟ 63. تسعة ضرب العدد ثمانية كم يساوي؟ 72. حسن جدا. تسعة ضرب العدد تسعة كم يساوي؟ 81. تسعة ضرب العدد العشرة كم يساوي؟ 90. أحسنتم يا صغاري. قوموا بحفظ ضرب ثمانية وضرب تسعة، مفهوم؟ إلى اللقاء مرة أخرى.